لكن معنا على الهاتف دكتور عثمان شعلان، رئيس جامعه الزقازيق. والحقيقه عايزين نسال على قضيه الفطر الاسود، لانه كان في انباء عن ظهور عدد من الحالات للفطر الاسود في الزقازيق. دكتور عثمان، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا مدام لميس، واهلا بالساده المشاهدين. طيب ايه قصه الحالات اللي ظهرت حتى الان في الشرقيه فيما يتعلق بالفطر الاسود؟ حقيقه ده ايه وعدد الحالات قد ايه يا دكتور؟ هو بس قبل ما اتكلم في السبع حالات اللي موجودين، احب ابين حقائق موجوده في مستشفيات جامعه الزقازيق. حضرتك مستشفيات جامعه الزقازيق قبل ظهور كورونا كانت بتستقبل حالات الفطر الاسود من 5 إلى 10 حالات سنويا منذ فتره طويله يعني. وده بيرجع لنقص المناعه لامراض كثيره، اللي هي مثلا العلاج الكيماوي، نقص المناعه في امراض ثانيه كثيره، نقل اللي هو زرع الاعضاء وحاجات زي كده يعني. الحاجه الثانيه ان مستشفيات جامعه الزقازيق في مستشفى عزل كورونا من اكتر من سنه وكم من شهر 2 اللي فات. الحمد لله دخل العنايه المركزه حوالي 1600 حاله، لم يحدث لاي حاله خرجت من العنايه المركزه او اثناء العنايه المركزه الاصابه بالفطر الاسود. الحقيقه الثالثه ان السبع حالات فعلا اللي موجودين في مستشفيات جامعه الزقازيق منهم حالة غير لم تصاب قبل كده بفيروس كورونا. فالحالات اللي موجودة فعلا جت الأسبوع اللي فات، اتعمل 3 حالات الأسبوع اللي فات وحالتهم مطمنة، واتعمل حالة امبارح، وفي حالة اتعملت عملية النهاردة، وفي حالتين في الحالة بتاعتهم غير مستقرة، في حالة متقدمة فديت فعلا في العنايه المركزه، وفي حاله ثانيه بيجهزوها بس طبعا السكر غير منضبط وحاجات زي كده. طيب فهي حضرتك بتقولي انه كان في السنه بيجي لكم تقريبا 5 حالات مش كده؟ اه 5 حالات في السنه، 10 حالات كل طيب. سنه اه كل سنه. احنا دلوقتي بنتكلم على 7 حالات خلال قد ايه يا فندم؟ لا، ال7 حالات دول تقريبا جايين خلال ال10 أيام الأخيرة. طيب ما هو ده معدل، ما ده معدل كبير، يعني احنا هنا بنتكلم على لو عندك 5 حالات بتيجي في السنة كلها وخلال 10 أيام جالنا 7 حالات، ده معدل مختلف عن المعدل الطبيعي. تمام، أنا معترف بكده،